بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد القادات وقائد السادات محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على النبي محمد واجعله شافعا لنا يوم غد. أما بعد، بفضل الله ومنه وكرمه ما زلنا نواصل هذه المحاضرات الطيبة الماتعة النافعة، وما زلنا مع هذه الدورة وهي دورة مبادئ ومهارات الأداء القرآني المعنونة بلحون الأداء. مراجعة سريعة للمحاضرة السابقة، تحدثنا في لقائنا السابق عن أمور يجب على قارئ القرآن أن يراعيها ليجيد تلاوة القرآن ويتجنب لحن الأداء. أولى هذه الأمور هي العناية بالمخرج الصحيح للحرف، ثانيا عدم مزج الحروف ببعضها البعض. مين يجيب لنا مثال؟ أتينا مثلا بمثال قلنا زي نفسه سه، أنا السين انخلطت في الهاء. ضبط الحركة أداء ومقدارا، قاتل غير قتل، الحركات متساوية. التركيز على صفات الحروف وخصوصا طبعا الحروف المبتدأ بها، نحو قلنا مالكي مالكي، ما فيش ميم لكن مالكي، يا أيها، الآن أعطيت الياء حقها في. وكما قلنا قد تسأل واحدة منكم، طيب هذه الياء أو هذه الميم أليست متحركة؟ لم يعني المفترض ما يكون فيها صفة أو مش موجودة، نقول هي غير ظاهرة لكنها موجودة، تمام؟ فأصل الصفة موجود. معرفة نظام اللغة العربية في التراكيب الصوتية، كذلك التعمق في علم الوقف والابتداء، العمل على ليونة الفك، الاهتمام بليونة الشفتين، وهل تحتاج كما قلنا منا دربة على الضم والبسط، الانتباه للشد العضلي لعضلات اللسان أو الفك، عدم الغنة في القراءة عموما. وهذه يا جماعة للأسف الشديد كثيرا ما نسمعها من قراء، حتى بعض القراء الكبار يقرأ بغنة شديدة. تجنب القراءة من الصدر، وأيضا نسمع كثيرا يجهد نفسه يقرأ الحمد لله الآن من الصدر، وهذا يعمل على أنه أنا أخرج كل طاقتي، وبالتالي بعد نص صفحة ولا صفحة وكذا يكون عندي وصلني تعب وأستطيع أن أكمل القراءة. عدم التعسف والتكلف في القراءة، شرب المشروبات التي تريح الحنجرة. ثم انتقلنا قلنا لمستوى أرقى، بأنه نتعامل الآن في مرحلة أنه إحنا كمعلمات للقرآن، وطبعا لابد كل واحد منا أن يجيد هذه الأمور وغيرها، طبعا غيرها الكثير. وهذه الأمور سواء اللي أخذناها في لقائنا السابق اللي راح أتحدث عنها الآن والأشياء اللي راح نأخذها اليوم جديدة، كلها في مجموعة أحيانا نعطيها في دورات. أنا بالنسبة لي بعطيها في دورات تكون معنا في 5-6 لقاءات، لأننا بناخذها بالتفصيل. احنا راح نحصرها بشكل يعني قدر الامكان يعني نجملها، لكن هذه الامور وغيرها تعطى في دوره من لحالها، هذه النقاط في 4 أو 5 لقاءات في تطوير المعلمين والمعلمات. لذلك هذه الوسائل مهمه جدا لنا، لانه بعض المعلمين والمعلمات للحلقات القرانيه قد يكون طلع من دوره عليا وانتقل على طول مباشره الى ان يكون معلم في بعض الاحيان، فهو ما عندهوش الخبرة أو الدراية الكافية في أساليب ووسائل التعليم. لذلك يعني يحصل منا الانتباه لمثل هذه الأمور. وقلنا هذه ليست أمور سحرية، يعني نحك أو نفرك المصباح وبالتالي على طول راح يطلع معنا هذا الأمر 100% ناجع. قلت لكم ممكن يكون هذا الأمر ناجع اللي احنا راح نتحدث عنه أو غير من الأمور، لكن علي أنا كمعلم أنتبه ما هو الأمر أو ما هي الوسيلة أو الأسلوب الذي ينجح مع هذا الطالب ولا ينجح مع طالب آخر قد يكون. فننتبه إلى هذه الأمور، وقلنا سنضع أيدينا وأرجلنا على أول الطريق في هذا الأمر بإذن الله تعالى. أولى هذه الأمور التي تحدثنا عنها في لقائنا السابق، الطالب الجيد. وقلنا الطالب الجيد هنا نقصد فيه من ناحية الأداء العملي الطالب المتميز أداء نطقا، وليس المتميز من ناحية التحصيل الدراسي. ثم انتقلنا إلى الخطأ في نطق حكم معين، كذلك تحدثنا عن إعطاء الطالب جرعات وليس الأمر كله مرة واحدة، التقليد بحيث أنه الطالب ممكن يقلدني لكن لا أريد التقليد الأعمى، قلنا نريد من الطالب أنه ينتبه ما هو الذي فعله أو ماذا أنا فعلت حتى يصحح، لا أريد فقط التقليد، لأنه إذا قلد معنى ذلك مجرد أنه يطلع من عندي معنى ذلك رجع للخطأ القديم. الرقي بالمستوى تحدثنا عنه بالتفصيل إذا كان هناك أكثر من خطأ، التحسن بالتدريج
لا نطلب من الطالب انه مره واحده انه يتحسن، هذا شيء احيانا قد يكون صعب. تقطيع الكلمه القرانيه زي كلمه اعجمي، قلنا ممكن نقول لو دربوا على التسهيل مثلا اهو في الهمزه المضمومه في القراءات، اهو في الهمزه المكسوره اي اي اينكم، وبالتالي هو يستطيع ان يميز هذا الصوت. طبعا ايضا الخطا في الكلام العادي. وبهيك احنا رجعنا محاضرتنا السابقه، مين عنده سؤال او استفسار في المحاضره السابقه؟ احنا اليوم كما قلنا راح ننهي هذه الامور باذن الله تعالى، لكن وانا بشرح اي نقطه تشعريها انها مهمه لك في موضوع التعليم اطرحيها في نهايه المحاضره، يعني ما تخليش، لانه اليوم احنا كنا نتعامل معكم كمعلمات، فاي نقطه ترينها يعني مهمه تحتاج منا الى وقف، تحتاج منا الى توضيح، خليها قيديها وفي نهاية المحاضرة إن شاء الله أسمعها منكم بإذن الله تعالى. نذكر بشعارنا في هذه الدورة أنه ثمرة فائدة الدورة أكبر بكثير مما تتصوري. الأمر العاشر هو الانتظار. إيش المقصود في الانتظار؟ أنه أنا ما أتسرع بأن أنا أرد على الطالب، يعني أتريث قليلاً، أخلي هو اللي ينتبه، هو الذي يكتشف الخطأ. أحياناً أنا بمر علي طالب ممكن أخبط على الطاولة، أنتظر أنه هو اللي يكتشف الخطأ، لا أريد أنه أنا على طول أبين له الخطأ، لأنه إذا هو رجع وبدأ يبحث ممكن أحياناً أخلي الطالب نص دقيقة دقيقة وهو يبحث عن الخطأ، إيش هو الخطأ؟ وبالتالي هو يستطيع إذا اكتشف هذا الخطأ كان هذا العلاج هذا الخطأ أسرع وأفضل. لكن لو أنا على طول أول ما يخطأ لا أنت أخطأت كذا، أنت أخطأت كذا، أنت أخطأت كذا، في النهاية يمكن يصير يعتمد علي في استخراج الأخطاء، وإذا كان مش موجود عنده أنا ينتظر، يا الله لو فلان موجود كان بيّن لي إيش في أخطاء. لا، أنا أريد أن الطالب يتعلم وهو يستخرج الأخطاء لوحده. القائد، نريد أن نستخرج طالب قائد. كيف؟ ممكن طالب أجي نطق كلمة معينة أو حكم معين، أجعل طالب آخر هو الذي يكتشف أو يصحح لهذا الطالب. يعني أحيانا أنا في الحلقة القرآنية بقول يا زيد استخرج مثلا أخطاء فلان، تمام؟ هو الآن بدأ هذا الطالب تبدأ عنده عملية أدربه على عملية الأذن القرآنية، أنه يستمع لغيره ويستخرج أخطاء غيره، لأنه أنا أريد أن هذا الطالب يخلفني. لو أنا تأخرت مثلا في حلقة القرآن، إحنا في التحفيظ لما المعلم يغيب أو يتأخر بيخلي أحد الطلاب يكون بمكانه، ولا لا؟ لأنه لابد أن ينمي عنده مرحلة أو موضوع القائد. الآن أنا لابد أنه أنا أنمي عند هذا الطالب موضوع القيادة. كيف؟ الآن لو هو يستخدم أو استخدم معه أسلوب أنه هو يكتشف أخطاء الغير، هذا شيء جميل جدا، لكن في نقطة مهمة جدا، أنه أنا إذا خليت زيد يكتشف أخطاء محمد ما خليش محمد عندما أصل له يكتشف أخطاء زيد. لماذا؟ لأنه هذا ممكن تنمي عندهم أو تجعل عندهم نوع من أنت طلعت لي خطأ أنا راح أطلع لك خطأ آخر، تمام؟ أنت طلعت لي خطأين أنا راح أطلع لك 10 أخطاء، مش واحد، يا ريت واحد بوحدة، أنا راضي واحد بوحدة، هو راح يكونوا 10 بوحدة، تمام؟ فهذا وتعمل مشاكل عند الطالب. أيضا نقطة أخرى مهمة جدا، ما أخلي الطالب وحده هو اللي يستخرج على طول أخطاء الغير. أحيانا وهو طالب بيقرأ بتلاقي الطالب على طول نطق وقال لك فلان أخطأ في كذا، ما أسمح لهذا الطالب أنه يكون هذا الأمر بإعاز مني، ما يكون هو من الطالب مباشرة، أنا بدي إياه قائد لكن ما يكون هو مباشر، يكون فاهم إيش الهدف من لكن انا ما اريد الشوشر، لانه احيانا بعض الطلاب هو ممكن يكون بينه وبين هذا الطالب مشكله خارجيه، يستغل هذه الفرصه، انت اخطات كذا، فتصبح عنده نوع من البلبله في هذه الحلقه القرانيه. اذا انا اريد ان استخرج طالب لكن دون ان يؤثر على مستوى هؤلاء الطلاب. الامر الذي يلي ذلك، الطالب الضعيف. احيانا يكون طالب عندي ضعيف في نهايه الحلقه، يحتاج مني أنه أنا أنتبه له، يعني أخلي قف، إيش رأيك في هذه النقطة؟ أبدأ أشاركه، لأنه أحيانا بعض الطلاب كما قلت هو ضعيف ويخشى على نفسه أنه ينحرج أمام الطلاب، لذلك أنا أحاول أنه أنا أهتم بهذا الطالب، ما يكونش اهتمامي فقط بالطالب الجيد بالطالب المتميز، لا، أيضا لابد أنه أنا أهتم بالطالب الضعيف ويكون الأمر في نوع من التساوي والعدل في ذلك.
نعم أنا ممكن هذا من أمور التحفيز الآن راح أتحدث عنها. الأمر الذي يلي ذلك أخطاء الطالب. إذا طالب مثلا أخطأ، أنا ممكن ما مش مباشرة أنه أنا أقول له أنت أخطأت، ما أخلي أنا الاعتماد كله عليه في استخراج أخطاء. أيضا أسأل يا مثلا يا طلاب يا كذا، مين انتبه للخطأ الموجود في هذا النطق؟ يعني مثلا في آية معينة الطالب يقرأ وقلنا هناك في خطأ، ما أقول أنا مباشرة ما هو الخطأ، لا أنا أحاول أنه الطالب نفسه طالب آخر ينقل أو يبين هذا الخطأ. أو مثلا سألت يا فلان أو يا فلانة ما هو الإجابة على هذا السؤال، ما أعرف الطالب، مش أنا مباشرة برضو أنا أجاوب، أنقل هذا الأمر إلى طالب آخر بحيث أيضا أربي عنده نوع أنه الانتباه معي، أنه والله ممكن أسأل في أي لحظة. أيضا أنه أنا ما يكون اعتماد الطالب أيضا في كل الأحوال عليه، أحاول دائما أنقل الخبرة والبحث عند هذا الطالب، والتشارك عند هذا الطالب. عدم التهاون في الخطأ. والله وجدت أنه طالب أخطأ في خطأ معين، قف مثلا لحن جلي، وأحيانا هذا بيصير مع بعض الطلاب بيلحن لحن جلي، بقول له أخطأت في هذا اللحن، بيكمل لا قف، ما انتبهش، قف ارجع، ما أتهاون، لأنه إذا هو تهاونت معه في هذا الخطأ وبالتالي هو بعد ذلك سيصبح عنده يتعود يكمل ما يسمع كلامي أنا كمعلم. إذن عدم التهاون في الخطأ. تكرار الخطأ. والله هذا الطالب أصبح عنده خطأ متكرر دائم، الآن علي أنا دوري كمعلم أن أبحث عن سبب هذا الخطأ. قد يكون المشكلة عندي أنا مش قادر أوصل المعلومة، قد يكون في الوسيلة التعليمية اللي أنا بستخدمها مش واضحة، قد يكون أيا كان السبب لابد أنه أبحث عن سبب تكرار هذا الخطأ. تعال أنت أخطأت في كذا، وأبحث إيش السبب في تكرار هذا الخطأ. الخطأ الأهم. والله في عندنا مثلا الطالب أخطأ خطأين أو ثلاثة، وأنا الوقت لا يسمح أنه أنا أتحدث له عن جميع هذه الأخطاء. أبدأ الآن أبحث عن الخطأ الأهم في مجموع هذه الأخطاء، تمام؟ يعني مثلا على ذلك طالب قال مثلا يتقون، إيش عملت أنا؟ بس فقط؟ وإيش كمان؟ ممتاز. وإيش كمان؟ يتقون في الشتاء. وإيش كمان؟ وإيش في كمان؟ لاحظوا كمان وقفي على النون، لم أعطيها التوسط تاعها. إذن عندي أنا حوالي 4 أو 5 أخطاء. الآن علي أنه أنا أعطي هذا الطالب خطأ واحد، مطلوب مني أنا أعطي خطأ واحد، أو الوقت لا يسمح أنه أنا أعطي أكثر من خطأ، بدي أعطي خطأ واحد. في رأيكم أيهما أهم الأخطاء في اللي أنا ذكرتهم الآن؟ توسط النون، مط الشفتين، الغنة. لماذا الغنة مثلا؟ يعني قلة وجودها يعني في القرآن؟ التاء. قربت شيماء، كويس، بس مش هذا السبب. واللي قالت الغنة صح. ما هو سبب الغنة؟ أحيانا بعض الأخطاء تحتاج من الطالب فترة طويلة. ولاحظوا كمان، لاحظوا احنا موضوع الغنة أو الخيشوم ناخذه في موضوع المخارج، صح ولا لا؟ لأهميته. وبالتالي أيضا الطالب إذا كان عنده هذه المشكلة قد تحتاج منه وقت طويل، فأنبهه في بداية الأمر على الأشياء التي يحتاج منها وقت طويل، أنبهه حتى لو استمر أنه يكون معه وقت. أحيانا بعض الدورات بيعطوا موضوع المخارج والصفات آخر الدورة. ليش يا أستاذ؟ قال والله موضوع يعني فيه شك شوية ويحتاج يعني بدناش نغلب الطالب أو نشعر بثقل هذا الأمر، بيخليه في آخر الدورة. طب أنت بتلحق أنك أنت تعطيه جميع الأمور بالشكل الصحيح؟ راح يفوتهم خير كثير. لذلك أنا أعطي الطالب الأمر الأهم من بين الأخطاء، الأهم ثم المهم، لكن ما أعطيه الأشياء الأقل أهمية وأنتقل بعد ذلك أو أبقي الأشياء التي هي مهمة جدا. إذا أنا أنتقل من الخطأ الأهم ثم الأقل أهمية.
عدم التسرع في استخراج الخطأ. يعني لو طالب أخطأ في شيء معين ما أتسرع وأنا يعني أريد أنه هو يستخرج هذا الخطأ، يكفيني فقط أنه يكتشف هذا الخطأ، يكفيني. لو ما يستطيع أنه يكمل أو يستطيع أنه يعرف هذا الخطأ أو يأتيني بهذا النطق الصحيح، يكفيني فقط أنه هذا الطالب يكتشف هذا الخطأ. إذا ما أريد أن أتسرع في أنه والله هذا الطالب لابد أن يكون مستواه راقي منذ البداية، لا، يكفيني انتباهه إلى الخطأ. المنافسة، وهذا أمرها مهم جدا، أنه أجعل نوع من المنافسة بين الطلاب. يعني ممكن أنا أجيب أو أسأل سؤال معين، ممكن أنه أنا أسأل سؤال معين وطالب الأول ما استطاع أن يعرف الإجابة، ممكن أنا أقول له انتبه معي قليلا يا فلان، أجب على هذا السؤال. بعد ما يجيب هذا الطالب على هذا السؤال أرجع للطالب الأول، وضح لي السؤال، أجيب لي عليه مرة أخرى، أنا أريد أنه يكون منتبه. هذه النقطة بتجعل نوع من المنافسة، إيش معنى فلان أجاب أفضل مني أو أجاب كذا أو أجاب على هذا السؤال، فبالتالي بتعمل نوع من المنافسة عند الطالب. إذا المنافسة مهمة جدا بين الطلاب بحيث أنه أنا أرتقي بالمستوى. لو أنا أبقيت أنه كل الطلاب في مستوى واحد ومش مشكلة هذا يجيب هذا ما يجيبش، وبالتالي لن تصبح منافسة. وأيضا الطالب المتميز بعد فترة راح تجدوا أنه انخمدت ناره قليلا لأنه بطل موضوع التنافس. لكن لو أنا جعلت هناك نوع من التنافس منذ البداية، بالتالي إن شاء الله الدورة أو الحلقة القرآنية سوف تكون متميزة. رسالة من القلب أتمنى تشوفوها، انتبهوا لها جيدا. وصلت هذه النقطة، مهمة جدا أن أنا أستخدمها. يعني أحيانا تكون في الحلقة القرآنية عدد كبير من الطلاب، طب أنا مش رح أقدر أنا أسأل كل طالب، لكن أريد مشاركة جميع الطلاب. هذا أحد الطرق، لأن أنا أشارك الطلاب في ذلك. ممكن أخلي طالب واحد، لكن بمجرد أنه الكل يرفع إيده معنى ذلك هو يشعر في قرار ذاته أنه هو شارك فقط برفع اليد. إذا رفع اليد فقط لوحدها تجعله أنه هو مشارك. وممكن أنا أسأل حتى المخالف، أقول له أنت لماذا خالفت؟ يعني الإجابة صحيحة، لكن الطالب لو كان خالف لماذا أنت، أو إيش السبب، أو لماذا أتيت بهذه الإجابة؟ يعني ما أكتفي فقط بنعم أو لا، لماذا أتيت، سواء الإجابة الصحيحة أو الإجابة الخاطئة، لأتأكد من فهم الطلاب في ذلك. سؤال جميل جدا. طيب متى أنا ممكن أستخدم هذه الطريقة بأنه أنا يا فلان يا هناء أجيب على هذا السؤال، متى أستخدمها في رأيكم؟ أنا سؤال لكم الآن. الآن أنا الطلاب موجودين، أحيانا بعض المعلمين بيقول يا فلان قم فجاوب، ممكن يرتبك الطالب ولا لا، وممكن حتى لو عارف الإجابة ما يجاوبش. هذه الطريقة خاطئة، لكن أحيانا بضطر أن أستخدمها. متى ممكن أستخدمها؟ طبعا أنا خوفت الأول، أنا بقول يا زيد، أنا بدي زيد، ما بقولش لا محمد، يا محمد قم أجب، هذا يا زيد. أيوة. ممتاز، هذه النقطة الأولى. إذا كان الطالب مش منتبه سرحان، فأنا ممكن أقول له أو بيحكي مع اللي جنبه، تدخل ضمن عدم الانتباه. هذه نقطة. نقطة أخرى، لا، كثير الحركة له تعامل ثاني، ممكن أنه إذا أخطأ فيها قبل ذلك أنه أقول له قم أجب على هذا الإجابة. لكن احيانا، وهذا ما جدا من بعض الطلاب، لا، هذا راح نحكي عليه هذه النقطه كم بعد قليل ان شاء الله. لكن احيانا بعض الطلاب بتجدوه ايش عارف انه مثلا الدور ماشي زي هيك، هو عنده رابع او خامس صفحه، ايش بيعمل؟ بيقلب وبطلع من تحت هيك وبايش عشان يشوفك، وببدا يقرا في الصفحه يحضرها. هذا أنا أقول له قم أجب على هذا، إيش الأخطأ، الخطأ الطالب بديش يعني يروح لصفحته، أنا بدي يضل معي في صفحتي اللي هو هذا حتى يكتشف. لأنه أحيانا أيضا هذه النقطة مهمة جدا، أنه الطالب يتعلم، الأصل أنه يتعلم من أخطاء الغير، ما يكتفي فقط أخطائي أنا إيش اللي أخطأت فيه، أنا بتعلم من أخطاء زميلي.
وهذا نقطة مهمة جدا، ما تخلوا الطلاب يشرد ذهنهم في حال قراءة الغير، خليه منتبه، لأنه أحيانا الخطأ بدل ما أكرر مع الخطأ مع الطالب الثاني، لا أنا بأطلع خطأ جديد للطالب الثاني إضافة إلى الخطأ الأول. إذا أنا في هذه الحالة أديت هذا خطأ وأديت هذا خطأ، لكن فعليا أنا كم خطأ أديت؟ 2. تمام؟ فهذه الطريقة تمام وضحت؟ أمر ثاني، الوسيلة التعليمية، وهذا للأسف الشديد يغفل عنها كثير من معلمي الحلقات القرآنية. بعض معلمي القرآن وأنا شاهدتهم بعيني، تجد فاتح الكتاب، الكتاب المقرر عليهم، ويقرأ من هذا الكتاب. طيب أنا إذا أنت يا أستاذي أو يا معلمي أو يا شيخي تقرأ من هذا الكتاب، أنا ليش جاي لك؟ طب ما أنا كان قاعد في الدار وريحت حالي ووفرت على حالي وقت وجهد وفلوس وطريق وكذا، وظلتني في البيت ما دام أنت بدأ تقرأ من الكتاب. إذا لابد من استخدام الوسيلة التعليمية وقدر الإمكان، وقدر الإمكان أنه أنا ما أستعين بالكتاب لأنظر فيه. الأصل أنه أنا كمعلم أكون فاهم المادة وحافظ المادة عن غير. الوسيلة التعليمية تساعدني، هاي الوسيلة كوسيلة تعليمية تساعدني على توصيل المعلومة، تساعدني على إيش؟ توصيل المعلومة وتوضيح هذه المعلومة، لكن لا يكون اعتمادي على الوسيلة التعليمية. في الجامعة أحيانا، وهذا المشاهدة يمكن أستاذ مريم بتشاركني في هذه النقطة، بعض المعلمين بيأتي وهذا كنت يعني لما أروح على الطلاب الجامعة في المدارس بتجد عامل الوسيلة التعليمية لوحة عليها صفحة الكتاب كاملة، الصفحة أو الصفحتين حتى الموجهات لبعض، بتكون الوسيلة مصورة، يعني اللي موجود في الكتاب هو نفسه طب تيبيكال اللي موجود في الوسيلة التعليمية. قد تكون هناك في هذه الوسيلة 100 كلمة، طب الطالب ما هو موجود عنده في الكتاب، انت ايش فائدة انك انت تصورها وتعرضها عليهم هنا على السبورة؟ اذا لابد استخدام الوسيلة التعليمية. والوسيلة التعليمية يا جماعة انا بالنسبة لي انا اعطي لما اعطي دورات ايضا تدريب المعلمين اعطيهم اياها يمكن والله في 3 أو 4 لقاءات، لان الوسيلة التعليمية مهمة جدا جدا، لها شروط معينة، لها كيفية معينة، حتى عدد الكلمات وضوح الكلمات، هذا كله مغزى، هذه الكلمات عددها وهذا مدروس دراسة، مش عشوائي الامر. الله ينور عليك استاذة مريم. اذا الاستخدام الوسيلة التعليمية مهم جدا جدا جدا، انتبه له. طبعا قد تكون الوسيلة التعليمية مثل هذه الشاشة، قد تكون تختلف، الوسائل التعليمية كثيرة جدا. تستحضرنا قصة، جاءني طالب وسألنا عن حالات الإخفاء. طبعا احنا نقول حالات ولا نقول ايش؟ مراتب، صح؟ احنا منتشر مراتب الإخفاء، هي ايش؟ هي حالات. لماذا؟ المرتبة في حاجة أعلى من إشي والإشي أعلى من إشي والإشي هذا أعلى من إشي، صح؟ لكن أنا مش شيء أعلى من شيء في الإخفاء، هي حالات، حالة أقرب إلى الإظهار، حالة أقرب إلى إضغام، حالة متوسطة. فجاءني الطالب وسألني إيش الإخفاء وكذا، بديت أشرح له هذا الأمر، وقلت له والله هناك حالة أقرب إلى الإظهار. عن ماذا نتحدث الآن؟ عن النون ولا القاف والكاف؟ لا، عن النون. الله يفتح عليك. لماذا؟ أنا عنوان المحاضرة كلها أو عنوان الدرس كله إيش هو؟ أحكام النون الساكنة والتنوين. إذا الحديث أنا عن النون، فإذا قلت أقرب إلى الإظهار، إظهار ماذا؟ النون. طيب هذا الإظهار يكون عند أي أحرف؟ القاف والكاف، مظبوط ولا لا؟ قديش نسبة ظهور النون؟ أنا أقول أقرب إلى الإظهار، قديش نسبة ظهور النون؟ ما يعادل 75%، تمام؟ طيب لو احنا قلنا طيب القاف والكاف قديش نسبة ظهورها او وجودها؟ قديش المتبقي؟ 25%. شوف انا قديش بأشرح، لكن لاحظوا الان في الوسيلة التعليمية الان راح اعطيها، راح اجيب لكم اياها بطريقة اسهل واوضح. اذا حالات اخفاء النون الساكن والتنوين عندي هذه النسب موجودة، اذا عندي 75% اقرب الى الاظهار وهي مع القاف والكاف. طب حتى نصل الى 100% كم يتبقى عندي؟ 25%. ال 25% هذه نسبة ظهور القاف أو الكاف، لأنه أنا أقرب إلى الإظهار، إظهار ماذا؟ النون الساكن أو التنوين. هذا 75 للنون أو الساكن أو التنوين، كم تبقى لنصل 100%؟ 25% هذه للقاف أو الكاف. طيب نعكس الأمر، 25% للحروف النطعية الطاء والتاء والدال ظهورها. طيب إذا ظهور النون، ظهور في النون 25%. طيب هذه الحروف النطعية كم نسبة ظهورها؟
75% لو عكسنا الأمر كم 75%. طب باقي الأحرف 50% للنون و 50% لباقي الأحرف. شفتوا كيف الوسيلة ساعدتني؟ تمام. إذا هذا طبعا هنا أقصد بهذا النسب هو مقدار النون. فإذا هذا طبعا هذا نسب تقريبية وليست نسب حقيقية يعني، لكن نسب تقريبية في ذلك. إذا الوسيلة التعليمية تساعدني كثيرا في إظهار المعلومة وإيصال المعلومة. ممكن معلومة أنا أجلس فيها دقائق لكن أستغني بهذه الدقائق وأنتقل إلى شيء أهم باستخدام وسيلة تعليمية توصل المعلومة وتوضح المعلومة. وأنا متأكد أنكم جميعا لن تنسوا هذه النسب بعد ذلك، راح تحفر. حاضر. مثلا مع القاف والكاف أقول إنكو إن، لحظة صوت النون واضح مش واضح ده. هو إيش تعرف الإضغام بشكل عام؟ هو حالة ما بين، عفوا ما تعرف الإخفاء، هو حالة ما بين الإظهار والإضغام. لا أنا مظهر مظهر ولا أنا مخفي مخفي، ولا أنا مدغم عفوا مدغم. إذا حالة ما بين الإظهار والإضغام. طيب قديش نسبة إظهار النون هنا؟ 75%. إن لكن في الإضغام مثلا من طين مثلا أو كنتم التاء كنت، التاء ظهورها أكثر من النون. كنتم. طب الشين مثلا منشا، من له نون نون ولا هي شين في شين؟ 50% نون و 50% شين. لا ذات الحرف نفسه، ذات الحرف، لا هو ذات الحرف والغنة كقالب واحد. قديش نسبة وجوده؟ دكتور معلش يعني بقول ذات الحرف وصفة الحرف، الذات مش هي المخرج؟ نعم. الصفات يعني. ما هو أنا لساني، معلش دقيقة، أنا لساني متعلق، لا أنا ضارب في منطقة النون ولا أنا ضارب في منطقة مثلا الطاء أو الكاف أو القاف أو أيا كان. فاللسان متوسط، له قريب من هذا وله قريب من هذا. لذلك النون الساكنة يعتبر، عفوا الإخفاء يعتبر في هذه الحالة مخرج رئيسي ولا مخرج فرعي؟ فرعي، لأنه لا يعتمد على مخرج محقق 100%. أنا لساني في المنتصف، إذا الجسم وصفة النون. لا في هذا، لا لا لم تذهب كلية ولم تبقى كلية، يعني هي متبقي جزء منها. هذا الجزء يحمل معه أيضا صفة الغنة. تمام، وضح. إذا حالة الإخفاء ايضا للدلاله على اهميه الوسيله التعليميه. انا اصلا خريج كليه بحريه، تمام، انا قبطان بحري اصلا من خريج الجزائر. فاذكر انه كان عندنا، طبعا كنا شغلنا كله على الخرائط وكان عندنا طبعا بيكون احيانا مجسم للارض مجسم للبحار وكذا. فاحد الطلاب تحدثنا فيه عن في الخريطه، تحدثنا بس قبل ما ادخل على القصه، كانت تأخذ معنا السفر بالطيارة من مصر إلى الجزائر ما يقرب من 3.5 ساعات. تمام؟ نأخذها بالطيارة من مصر، انتبهوا للأشارة اللي أنا بأشرها، من مصر إلى الجزائر تقريبا 3.5 ساعات. ففي ذات مرة أنا جالس أنا وصديق إلي من فلسطين هنا، بقول له والله تخيل لو إحنا طلعنا من أمريكا إلى اليابان كم ستأخذ معنا؟ إذا أخذت معنا من الجزائر، من مصر إلى الجزائر 3.5 ساعات، في رأيك كم ستأخذ معي؟ قال والله يمكن، ليش ساعة؟ قال والله يمكن يومين، يومين إلا، في الحدود هذه. قلت له ليش؟ قلت له ليش؟ قلت له أنت، كان مجسم أمامنا للكرة الأرضية، قلت له هذه الكرة الأرضية. إحنا لما نمشي، أنت هي إحنا شكل الأرض إنها مسطحة هيك، لكن هي ليست فعليا، هي إنما هي كروية. فأنا لما أتحدث عن المنطقة، طب أنا ليش ما ألفها من وراء؟ راح تكون الأمر قريب جدا، يعني مش راح تأخذ معي يمكن ساعة أو أقل، ساعة أو أقل. اللي وضح الفكرة، لو أنا أشرح لطلاب مثلا جغرافيا أو كذا، طلاب على أرض الواقع، وأقول لهم من هنا من هو لن يتصورها، بالذات إذا كان طلاب أطفال أو صغار. لكن لو أنا أتيت بكرة أرضية مجسمة، تمام، وقلت له والله هي من، لو أنا على الخريطة من هنا لهنا بيظهر لك إن والله يومين أو ثلاثة، لكن في حقيقة الأمر أنا مش راح أجي هيك، أنا راح أجي هيك على طول. تمام، المحيط الهادي. إذا
طبعا هذا بخلاف انه بعض الناس يقولوا ان الارض مسطحه والارض كرويه، احنا مش معنيين في هذا الخلاف ومش وقته الان، لكن استخدام الوسيله التعليميه يوضح الامر. اول ما حكيت له على الخريطه اقتنع صديقي وقال لي، مع انه كان ذكي جدا ومن المتفوقين، لكن غايب عن ذهنه هذا او غايب عن ذهنه هذا الامر. تمام، اذا استخدام الوسيله مهم جدا. بدك تستخرجي وسيله تعليميه، يعني انا لي مثلا محاضره مهمه جدا وادعوكم لحضورها، محاضره مثلا في علاقات الاحرف. تمام، محاضره قيمه جدا وتعرفك على علاقات الاحرف، جميع الاحرف مع بعضها البعض. لو كتبت علاقات الاحرف احمد ابو سم هدانه، خصوصا دوره شعبه الاخيره، وكتبت دوره شعبه اخر يعني اخر شيء انا اديته في هذا، اديتها كثيرا هذه الدوره، تتحدث عن علاقه اي حرف مع اي حرف، اجي مع الضاد، الضاد مع الخاء، الخاء مع الزاي، مش عارف اي حرفين مع بعضهم البعض. تمام، قبل ما استخدم الباوربوينت، واحيانا لما كنا نروح على المساجد، طب ما فيش عندي، كنت استخدم لوحه عليها مرسوم ملونة، يعني أخذت معي يعني ساعات، وإحنا بنلون وبنعمل وبتأكد من هذا اللون هذا صحيح ولا. إذا لابد أنك أنت تستخدم وسيلة أو تستحدثي وسيلة تعليمية توافق الأمر. أحيانا ممكن أنا الوسيلة التعليمية، ولذلك أنا بقول لكم موضوع الوسائل التعليمية مهم جدا. حتى في الوسيلة التعليمية أنا مجهز هنا، ممكن تقطع الكهرباء، لابد أن يكون حظا بديل. تمام، فهذه الأمور مهمة جدا. الآن أنا استحداث الوسيلة يناسب المكان ويناسب مستوى الطلاب ومستوى العمر، هذا كله داخل في استخدامي للوسيلة التعليمية. الأمر الذي يلي ذلك السبورة، وأنا يعني أرى أنها مهمة جدا وهي تعتبر من ضمن الوسائل التعليمية، لكن أنا ركزت عليها هنا لأهميتها. احيانا بعض المعلمين ما بيستخدمش وسيله نهائي، حتى السبوره، واحيانا الله يفتح عليك ايمن، احيانا نجد انه المعلم طول الجلسه وهو جالس. والله يا جماعه انا بالنسبه لي لو تكون المحاضره 10 ساعات لا اجلس ولا دقيقه. ليش؟ لانه حركه الجسد والروح والجي وكذا، واحيانا اتنقل بين الطلاب وادخل بينهم وارجع وكذا، هذه تعطي دفع، تعطي شد للانتباه الطلاب. لكن لو انا قاعد، انا احيانا بعطي محاضره والله اكون مرهق جدا في البيت مثلا او هنا مثلا الكترونيه، اديها وهي الكترونيه اديها وانا واقف. تصوروا ليش اكون انا شاعر بالارهاق، لو انا جلست يمكن انام، لكن اضطر ان انا اظل واقف، لانه الوقوف هذا يشعر الطالب باهميه الموضوع، وايضا انا ببقى على نشاطي بشكل عام. اذا السبوره مهمه جدا. ساعة القراءة لابد أنه أنا أجلس حتى يكون يعني حلقة قرآنية. أنا أتحدث عن الشرح، شرح المادة. إبعاد الملل، لابد أنه أبعد الملل عن الطلاب، خصوصا أنه نحن نتحدث عن مادة التجويد. مادة التجويد مادة جافة نوعا ما، فتحتاج مني إلى إبعاد الملل. حتى هذه الصورة اللي أنا بستخدم لكم إياها فيها إبعاد الملل، بتثير الانتباه كذا، بتجدد الحيوية والنشاط. إذا إبعاد الملل. أحيانا بعض الدورات نستخدم ألعاب تربوية، استخرج كذا، أعمل كذا، لعبة رياضيات. المهم لابد أنه استخدام، إذا كانت دورة جافة جدا فنحتاج أحيانا لاستخدام وسائل تعليمية في هذا الأمر لإبعاد الملل. أحيانا المعلم بيكون عنده شطارة في الاستخدام على هذا الأمر، استخدام الوسائل التعليمية أو الأمور التحفيزية. مرة كنت أنا مشرف على طالب في المدرسة من طلاب الجامعة، فجابوا في المدرسة كرتونة من الحلويات أو البسكويت. تمام، جابوها للصف، يعني هم كان يومها أظن في توزيع على الصفوف، كل صف له كرتونة أو قدر معين يعني من البسكوت، فجابها. الآن جابها الآذن فدخل واعطى له اياها. الان المعلم يعرف انه هذا ايش لجميع الطلاب. تمام، لكن الطلاب بيعرفوش، فكان ذكاء من هذا الطالب بانه استخدم هذا البسكويت للتحفيز. دخل في هذا وحطها وقال يلا اللي بيجاوب على السؤال هذا له بسكوته، واللي بيجاوب على السؤال الثاني له بسكوته. بعد ما خلص وزع الباقي كله على كل الطلاب، لكن
كانت فطنة من هذا الطالب أنه استخدم هذا التعزيز لجذب انتباه الطلاب وإبعاد الملل عنهم. التأكد من التطبيق، يعني عند أنا طالب نطق كلمة معينة، ممكن أنه أنا لو شاكك فيها الأمر أقول له عيد. ليش هذه النقطة؟ ما أجاوب على طول وأقول له الخطأ، لأنه أحيانا بعض الطلاب يكون عنده نوع من العناد أو كذا، أو لا يتقبل الرأي الثاني، يقول لك والله أنا ما أخطأتش. طب لو كنت أنا مش متأكد، فالآن وقعت في حرج، قد يكون الطالب صحيح كلامه أنه ما أخطأ فيها، وقد يكون أنا كلامي صحيح. لذلك أنا قبل ما أقول والله أخطأت أتأكد من هذا الخطأ، عيد. أحيانا أنا بعض الطلاب بخليه عيد الأمر مرتين وثلاثة، عيد ما سمعتش كويس، عيد مرة ثانية ما سمعتش، بقوله عيد مرة ثالثة. إذا تأكدت من الأمر أقوله، لو مش متأكد أو مش عارف إيش والخطأ بالضبط أقوله أنت في عندك مشكلة في هذا الحرف، يا ريت تعيد، أنا شاعر في مشكلة لكن مش قادر أستخرجها. عيد، مش عيب أقوله عيد ثلاث أربع مرات، لكن لازم أنه أنا أتأكد أنه أخطأ فعلا في هذا الأمر. طب لو شعرت من المرة الثانية أنه أجاب صح أو قرأ صح، هل يكمل القراءة. الطالب المنطوي، وهذا أحيانا نجدها أنه بعض الطلاب هو يكون منطوي ويخجل أنه يشارك أو يشرح نقطة معينة، وهذا الأصل أنه المعلم يحاول أنه يتخلص من هذا الانطواء عند هذا الطالب بطرق متعددة، منها أنه أنا مثلا أكون متأكد أنه الطالب يعرف نقطة معينة، أقول له قوم تعال مثلا أجب على هذا على هذه النقطة، هو الآن متأكد منها وعرفها وأنا متأكد أنه عرفها، فبالتالي أنا بعزز عنده الروح أنه والله أنا والله قفت أمام الطلاب أجبت أكذا. ممكن أنه أنا قبل ما ندخل إلى الحلقة القرآنية، تعال يا فلان عارف هذه الإجابة، مثلا أحكام النون السكن والتنوين أو حالات الإخفاء، ما هي حالة الإخفاء مثلا كذا وكذا وكذا، قبل قليل تحدثنا عنه، شرحت له إياها متأكد أنه فهمها، وبالتالي أنا أقول له قوم تعال اشرح لنا هذه النقطة. إذن لابد من أنه أنا أتخلص من هذا الانطواء عند هذا الطالب بطرق متعددة لكن دون إحراج، يعني مش أنا طالب عارف منطوي وقد يكون عارف نقطة مش عارفها وقد يكون هو فعليا مش عارفها، أقول له تعال اطلع اشرحها، طب هو مش عارفها أنا زدت الطين بلة، تمام؟ فلابد أنه أنا أستخدم هذا الأمر في حال أنه متأكد أنه الطالب يعرف الإجابة الصحيحة. في هذا الحالة هو سيشعر بالنشوة أنه أنا أجبت على هذا السؤال، وهي أنه الطلاب، وممكن أنا أدفع الأمر إذا كان مثلا طلاب صغار سأكفوا له ما شاء الله إجابة رائعة، والله ما كنت متوقعها، شيء جميل جدا أحفظه ب... نعم. التحفيز تحدثنا عنه قبل قليل، أنه أنا طالب يعني متميز أحاول أدفع فيه وأحاول أن أنمي عنده هذا الشيء وأقدم له قدر الإمكان التحفيز المناسب لأرتقي بمستواه، وخصوصا إذا كان هذا الطالب يعني منطوي وكذا أحاول أحفزه، وإذا كان متميز زيادة التحفيز معنى ذلك أنه زيادة المنافسة بينه وبين باقي الطلاب. طبعا بعض ما شاء الله ايش الاجابه الرائعه والله كذا، هو راح يشعر بهذه النشوه انه اذا المعلم اثنى علي وقال لي ايش الاجابه الرائعه ايش الاجابه الجميله ايش كذا، اكيد راح يعني تؤتي هو راح في النهايه راح تجد حتى الطالب المنطوي رافع ايده اللي يجيب، لانه هذا التشجيع سواء تشجيع مادي او تشجيع معنوي يؤثر في الطلاب. هو المعنوي مهم جدا، لماذا؟ ليش المعنوي أهم من المادي؟ يؤثر في النفس، وتأثير النفس أهم من تأثير أثره على المدى البعيد، يؤثر على المدى البعيد، ممتاز جدا. تمام، يبقى أثرها، تمام. إيش في نقطة كمان مهمة جدا؟ كيف يعني مش محتاج المادة؟ الطالب حتى لو مليونير تديه نص شيكل راح يفرح فيها. أنا غني إيش؟ وبحب الهدية. هو التحفيز بشكل عام يعني يقوي شخصية الطالب، لكن تصور أنا كل طالب بدي أطلع له نص شيكل ولا شيكل
فلس او اثنين فلس او جنيه او 10 جنيه من جيبتي، والطالب الاول والثاني والطالب هذا انا بدي بنك، تمام؟ اذا انا مش ضروري انه انا دائما استخدم التحفيز المادي، انا ممكن استخدم مره المادي مره المعنوي. قصة جميلة سمعتها قبل فترة للشيخ الشعراوي، جميلة جدا، يتحدث عن نقلة نوعية في حياته لأنه يصبح، طبعا كلكم تعرفوا الشعراوي وسمعتوا فيه، لأنه يتحدث أنه ينتقل إلى أن يكون عالم. فقال أنا كان والده يعني بيضغط عليه أنه يدخل الأزهر، وهو ما كانش حابب أنه يدخل الأزهر، يضغط عليه مش حابب كذا، لكن قال أنا وافقت وانتقلت من سنة أولى ثانية لثالثة. قال لكن حاولت، او انا بدي احاول انه انا اتي بطريقه انه ابوي نفسه هو اللي يقول لي بطل من الازهر بديش يعني. فكنت احمله اعباء الدراسه، الاشي اللي بكلف قرش اطلب منه 10 قروش، الاشي اللي مش عارف كذا اطلب منه بزياده، هات لي كذا هات لي كذا هات لي كذا، عشان يشعر بالعبء ويقول له احنا ايش بدنا في هالقصه بطل. قال في مره رحت انا الى مكان معين، قال في الطريق في مكتبه، فقال دخلت هذا المكتب وانظر، قال وجدت من امهات الكتب عند هذا صاحب المكتبه وكتب يعني، فقال له هذه الكتب للبيع؟ قال اه احنا مكتب للبيع. قال له انا لو بدي هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب. فبدا صاحب المكتبه يضحك، قال له هذه الكتب اصلا دوب هم مشايخك يقراوها ويعرفوا اللي فيها، انت ايش بدك فيها؟ قال له يا سيدي انت مش بدك تبيع؟ قال له قال ما لك اي دخل، انا ابوي راح يجي يوم الثلاثاء القادم بعد يومين او ثلاثه، ف هذه الكتب انا راح اشتريها. قال والله بالفعل اجى ابوي، قلت له يابا بدي اشتري كتب. فراحوا على صاحب المكتبه، نزل هذا الكتاب نزل هذا الكتاب هذا الكتاب هذا الكتاب هذا الكتاب، قال واذا يعني بكراتين من الكتب، وقال كلها انا مش محتاجها بس من باب انه انا احمل الوالد عبء زاد عن اللزوم. فاخذنا الكتب، وابوي كان والده يعني اخذ هذه الكتب او جاب واحد يشيلهم واخذهم على البيت. قالوا في الليل وجدت أبوي قاعد ماسك هذه الكتب بجلد فيها وبزبط فيها وبرتب فيها وكذا. قال هذا في الليل، مع الصبح والده بده يروح على البلد، فإذا وهو راكب القطار بده يتحرك القطار، قبل ما يتحرك أبوه نادى عليه، قال له يا ابني أنا أعرف إنه هذه الكتب مش محتاجة أنت، وإنه رسوم الجامعة هي فقط مش عارف قديش، يعني دخل له قرش مثلا قول 30 قرش، لكن أسأل الله أنه ينفعك بهذه الكتب. أنا حكيت لك هذا الكلام حتى ما تشعر في يوم من الأيام أنه أبوك غبي وأنه ضحك عليك، لا أنا فاهم القصة كلها، لكن أنا بمشي معك وأسأل الله أنه ينفعك بهذه الكتب. قال أنا لما سمعت هذه الكلمة يعني ما قدرتش قشعر بدني، إيش اللي أنا كنت بأعمله وكذا. قال انا روحت من هنا، طبعا ابوه روح مش القطار وروح، قال روحت من هنا وبدا روح الدار قرا من الكتب وبدا يناظر كذا، لما انتقلت حياته نقله نوعيه بسبب كلمه من الوالد. فاحيانا المعلم، وهذا يعني في مقام معلم والده، احيانا المعلم يحتاج الى انه يكون ذكي في التعامل مع الطالب. كميه القراءه، الاصل انه انا اتعامل مع الطلاب ليس بكميه القراءه، يعني ما أخلي والله إحنا اليوم عندنا صفحة كل طالب بده يقرأ صفحة، قد يكون هذا الأمر يطول من طالب إلى طالب، طالب متميز أداؤه جيد يجلس في هذه الصفحة دقيقتين، طالب آخر ممكن يقعد ربع ساعة. الآن أنا ما عدلتش بينهم، فلو كان الأمر مثلا إحنا راح نقرأ 5 دقائق 10 دقائق 7 دقائق، كل معلم هو حر في الوقت اللي اختاره. مثلا أنا اخترت 5 دقائق، كل طالب يكون عنده 5 دقائق، هذا الأمر أفضل من أنا أعطي كمية قراءة معينة، تمام؟ الوقت أفضل، هذا بكون عدل بين الطلاب جميعا. لكن لو أنا خليت أنه والله أنا بدي أدي كل طالب نصف صفحة، كما قلت ممكن هذا نصف الصفحة الطالب يجلس فيه نصف ساعة وطالب يجلس فيه 3 دقائق 4 دقائق، ما هو في فرق بين أنا لو بدي أعمل ختمة ومش فارق معي كثير اللحون بخلي صفحة، لكن لو أنا بدي أداء صح وبدي أنا أدقق على كل أمر، إلا إذا كان مستواهم واحد، تمام؟ أنا شاعر أنه جميع الطلاب مستواهم واحد ممكن أتعامل معهم بالكمية، لكن الأمر متفاوت بينهم، متفاوت يعني ظاهر، لا ما بعطيهم أنا كمية. أنا بتعامل في هذا النظام في الدورات، بخلي كل طالب معي أنا الصبوتش على الجوال، بعمله مثلا 7 دقائق أو 10 دقائق، برجع بقولك حسب
عدد الطلاب وحسب الوقت وكذا. لنفرض انه انا بدي اعطيهم 7 دقائق، تمام؟ انا بخلي كل طالب يمر عليه 7 دقائق قد ما يقرا، قرا نصف صفحه، قرا سطر سطرين، قرا صفحه، قرا صفحه ونص، مش مشكله، هو قدراته. لكن انا اذا سويت بينهم في كميه الصفحه، في كميه القراءه، معنى ذلك انه انا ظلمت الطلاب على حساب طالب واحد. احنا حكينا في البدايه انه هذه الامور قد تكون ناجعه في اشياء وقد لا تكون ناجعه في اشياء اخرى. الان اذا طلاب جداد لسه، انا في بدايه دوره تاهيليه، مش معقول انا اعطيهم، انا على الصب ووتش، انا بديهم الكميه. ليش؟ لانه انا اصلا مش راح اركز معهم على الاخطاء، انا راح اركز معهم على اخطاء عامه، لحن جلي كذا، هذا بركز عليه. قد ما بده يخطئ، قديش بده يخطئ، 3-4 أخطاء مثلا، 5 أخطاء، وعن يعني يفرق عن طالب اخر. بالتالي انه انا بستخدم معاه الصوب الكميه، لكن انا اتحدث بعد مضي فتره من الوقت. الان لو انا بدي استخدم معاه الكميه، معنى ذلك انه انا لم اعدل بين الطلاب، الا في حال اذا كان كلهم شبه متساويين في المستوى. تمام، وضحت هذه النقطه. الامر الاخير اللي راح نتحدث عنه اليوم يوضح ما قام بتعديله. انا ما اريد طالب فقط يتحدث او يقرا الامر، انا بدي اياه انت ايش اللي عملته. وهذه لها اكثر من فائده. في بدايه الامر تفيدني انا كمعلم، لما انا اعرف الخطا الموجود وهو ايش عدله، انا اعرف ايش تعديل هذا الخطا. انا كمعلم بصير استطيع بعد ذلك لو اخطا الطالب اقول له انت عندك كانت المشكله كذا كذا وهذا تعديلها. امر اخر انه مهم جدا، انه ايضا الطالب هو يبدا يبحث عن المشكله. والله لسانه نازل، لسانه طالع، لسانه كذا كذا كذا، يبدا هو يبحث عن المشكله، ينمي عنده هذا الحس بانه بيستخرج الخطا. لو انا قلت له على طول لن يستخرج، لكن انا بدي اياه هو يستخرج الخطا، واعرف انه هو عرف ايش هو الخطا وايش تعديله. هذه النقطه مهمه جدا، كمان كما قلت تفيدني انا كمعلم باستخراج الاخطاء. دائما انا لما يخطئ امام الطالب، ايش اللي عملته؟ ايش الخطا اللي عندك؟ بقول لك كذا. طب ايش اللي عملته عشان عدلت؟ الان صوتك صح او نطقك صحيح، ايش اللي عملته؟ تمام، هذه نقطه مهمه. انتهى معنا الوقت اليوم بشكل سريع، اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا. طبعا هذا لقاءنا الاخير في الامور النظريه، لقاءنا القادم ان شاء الله يعني راح نبدا في تطبيق العمل للاخطاء واللحون الوارده. تحدثنا عن في هذه المحاضره عن القسم الثاني من الاشياء التي على المعلم استخدامها من وسائل تعليمية وغير ذلك. طبعا هذه إن شاء الله المحاضرة ستنزل قريبا على قناتنا على اليوتيوب، تحضرون المحاضرات أنتم تستفيدوا. تمام، هذه قناتنا على التليجرام. لكن قبل ما أنتقل أو قبل ما أنهي، أسأل الله لي ولكم النفع والقبول والسداد. قبل ما أنهي، مين عندها سبحانك ربي لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، من عندها سؤال معين أو إضافة معينة أو استفسار عن شيء معين في هذه الوسائل والأساليب؟ يعني كمعلمات، أنت كمعلمة تحتاج مثلا نقطة معينة أو كذا؟ إحنا هذه النقطة مهمة جدا، وبالذات في الأساليب والطرق التدريسية. أحيانا بعض الطلاب بيستخدم موروث خاطئ عند معلمه، يعني بتلاقي معلمه عنده طريقة خاطئة وموروث خاطئ في التعليم، فهذا الطالب بيستخدمها بيقلدوا في أمر خاطئ. فالأصل أنه إحنا نبني طرقنا التعليمية على خبرات صحيحة وعلمية. لكن بالنسبة للتطبيق العملي، لقائنا القادم إن شاء الله راح يكون ما بين كلمات نتحدث عنها وكيفيات، وبين إن شاء الله نخلي 1 أو 2 أو 3 حسب الوقت تقرأ، ونستخرج أخطاء بإذن الله تعالى. طيب، مين عندها في موضوع اليوم شيء معين تحب إضافة، بتحب مثلا نشرح عنه ونحكي عنه؟ أمور واضحة؟ أحيانا الطالب الحساس اللي ممكن ما يتقبلش النقد من المعلم. سؤال جميل جدا. الآن لو كان أنا عندي طالب حساس جدا في هذا الأمر، لابد أنه أنا بداية أتقرب له. هذه نقطة مهمة جدا، أبعد الفجوة اللي بيني وبينه، هذه أهم نقطة. إذا أحب الطالب تأكد تماما راح يسمعك ويطيعك بشكل كبير. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كيفية إعطاء الخطأ. دب الخطا مره واحده، هذا انت اخطات، حسبي الله ونعم الوكيل، انت كذا، هذا بتعمل خطأ. دائما اتعامل في الخطا وفي توجيهي للخطا باسلوب الساندويش. كيف اسلوب الساندويش؟ احنا الساندويش اللي بناكله الشاورما، لا مش قصه ليونه، الشاورما او الفلافل او كذا، ايش بكون؟ فلافل في النص، خبزه من هين وخبزه من هين، صح ولا لا؟ اذا انا اول ما ابدا معاه في الخطا، ابدا وانا بدي احكي له عن الخطا، ما ابداش في الخطا، ايش ابدا؟
أبدأ بالشيء الإيجابي اللي كان عنده، تمام؟ بعد ما أبدأ بالشيء الإيجابي أتحدث عن الخطأ والأمر السلبي الموجود عنده، ثم أنهي بالشيء الإيجابي. يعني بارك الله فيك، والله سؤال مثلا تمام جميل، أنت أحسنت في هذا النقطة كذا، أشرح له أو أتحدث له عن نقطة جميلة جدا، بعد ذلك أقول له أنت أخطأت في هذه النقطة، ثم أعود بشيء إيجابي. طيب السؤال الآن، ليش بدأت بإيجابي وانهيت بإيجابي؟ شوف، في الأول الإنسان أيا كان، حتى لو ابني من كذا، لكن إذا أنا نقدته تأكد تماما سينفر، حتى لو ما بين ليش راح يكون عنده نفور، حتى لو كان صديق أو ابني أو كذا راح يكش منه، صح ولا لا؟ هذا لذلك أنا أبدأ معاه بالإيجابيات. طب ليش أنا أنهيت معاه بالإيجابيات؟ الله ينور عليك، الله ينور عليك، ما شاء الله. لأنه دائما الإنسان بينه وبينه ما آخر شيء، آخر شيء أنا تحدثت له عنه يبقى عالق في الذاكرة. فلو أنا أعطيته الشيء السلبي وأنهيت في هذا الشيء السلبي، يبقى الأمر عالق عنده في داخله أنه فلان أستاذي دائما بينتقدني. لكن لما أنا أعطيه الشيء الإيجابي، أنا أنهيت بالشيء الإيجابي، فبالتالي راح يبقى الأثر عنده أنه والله معلمي دائما يمدحني، فتبقى العلاقة بيني وبينه علاقة جيدة جدا. إذا هذا الطالب أستخدم معه هذا الأسلوب، أتودد له، أتقرب منه، وهذا لا يكون فقط مع هذا الطالب أو هذا النوعية من الطالب، مع الجميع لابد أن أنا أتودد ويشعر الطالب أو أشعر أنا كمعلم أنه الطالب يحبني. فإذا أحب هذا الطالب المعلم، تأكد تماما أنه سيطيع طاعة عمياء، يعني إذا صح التعبير، ثم يكون عنده النقد بشكل أنا حكيت عنه. تصوروا يا جماعة، يعني حتى علماء النفس تحدثوا عن إشارتي للطالب. يعني أنا ما أجيش أقول له أنت ممتاز، أنت أحسنت، شوفوا هذا الطريقة، هذه خاطئة، إنما ما شاء الله، الله يفتح عليك، شوف كيف هذه الطريقة أفرجت عن هذه من ناحية النفس. هذه إيش؟ التهم، أنت كذا، هذه إشارة التهم. لكن هذه، إذا هذه الإشارة لا، هذه تختلف. أما موضوع إنه هذا موضوع التهم، فإذا العامل النفسي مهم جدا مع الطالب. هذا كانت يعني مداخلة جميلة، أشكرك. طيب، مين عندها إضافة أو استفسار في محاضرة اليوم؟ جماعة أرجع وأقول، محاضرة اليوم كانت محاضرة مهمة جدا، أتمنى من الجميع الانتباه لطرق والأساليب والوسائل التي يستخدمها المعلم، بالذات معلم الحلقات القرآنية، لأنه عندنا للأسف إنه والله حلقات القرآن مش مشكلة، كذا إحنا نتعامل عدم مؤاخذة مع الكلمة مع درويش أو كذا، وهذا للأسف خطأ. يعني دائما نحرص على انه نرتقي بالمستوى، حتى لو انتم تروا هذا المكان حرصنا قدر الامكان، ولو في عندنا امكانيات ماديه راح تجدوا المكان افضل من هيك بكثير. دائما نحاول انه يكون المكان والظروف والاجواء مناسبه جدا. انا تحضرني قصه انه انا في مره ذهبت الى صديق لي في المنطقه الوسطى، عنده مركز قراني تحفيظ، والله يا جماعه اول ما دخلت المكان قلبي انقبض، مش مريح نهائي، مكانك في شو وسخ وكذا، ومش يعني مش مهتم فيه نهائي. فبقول له ان شاء الله. قال لي مش مشكلة، انا معني في الطلاب هدول الاطفال، يعني احفظهم. قلت يا سيدي ماشي، انت معني فيهم، لكن ايضا المكان، هو لما نرتاح الطالب هو صاحب المكان راح ياتي الى هذا المكان ويكون حريص على الحفظ، لكن اذا المكان مش مناسب مش راح. التكييف مهم. كل الأصل، كل شيء المعلم يكون منتبه له، احنا حرصين انه تكون الأجواء مناسبة. وهي هناء بقولها دائما في كل الدورات، ما دام الكهرباء موجودة شغلي بعين الله، من في النهاية ربنا بيرزقنا وبنجيب له الكهرباء، لكن موضوع الوجود هذا، انه الطالب يكون مرتاح نفسيا، ولا يكون مثلا عرقه بشرب يختلف. على العموم اذا في اي شيء ممكن برضه لقائنا القادم في بداية المحاضرة ناخذ منكم اي طريقة او اي اسلوب انتم حابين نتحدث عنه، وحاولوا تنتبهوا لهذه الأساليب. مرة أخرى أتحدث عن هذا الأمر لأهميته، وحتى وقفة المعلم، حركات المعلم، جلوس المعلم، وقفة المعلم، هذه كلها أشياء مهمة جدا. أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والسداد. لا يسعني في نهاية هذه المحاضرة إلا أن أقول الحمد لله إلى ختامه، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابع من واله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.